العزاء إلى صاحب الأمر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى الأمة الإسلامية أجمع، وإلى المراجع العظام، وإلى كل محبي أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه بهذا المصاب الجلل. داعي من الله عز وجل أن تعاد علينا هذه الأيام، ونحن وأنتم وكل كوادركم المباركة، كوادر فضائية الأيام، وإن شاء الله ثابتين على حب أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا حبيب قلوبنا، يا أبا الأيتام، يا أبا الأيتام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. المواكب الحسينية مشهودة لهم أهالي النجف، أهل الغيرة وأهل الكرم، مدينة أمير المؤمنين، مدينة العلم والعلماء والأدباء، ترحب بكل الزائرين الوافدين إلى مدينة أمير المؤمنين، مدينة العلم والعلماء والأدباء، ونقول لجميع الزائرين من كافة المحافظات وكافة الدول، نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله. نجد اليوم هذه الجموع المليونية التي جاءت إلى مدينة النجف الأشرف، جاءت لتعزي المولى أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل. حقيقة هذا اليوم هو يوم ليس مصاب فقط، بل هو يوم فقد لأب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو أب لكل المؤمنين. حياكم الله. السلام على شهيد المحراب وأمير المؤمنين وولي الله وخليفة رسوله. السلام على سيد الأوصياء والبلغاء. السلام على زوج البتول ويعسوب الدين وأبو الحسن والحسين، قائد جيوش المسلمين وحامي حماهم والمدافع عن دينهم، والمستشهد بين يدي الله أشجع الفرسان، المتصدر بالميدان والمدافع عن القضية وكاتب العنوان وراعي الجود والإحسان. السلام على من قال بحقه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أما نحن فمن لنا من بعدك وغيرك شفيعا لنا في الدنيا والآخرة غيرك أنت يا علي، غيرك أنت يا علي. اليوم راح تكون استثنائية وتغطية خاصة عن ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وخطط الجهات المعنية لإحياء المناسبة، وراح نبدي بها مع مدير قسم الإسعاف الفوري من مديرية العمليات في وزارة الصحة الدكتور زي سعد عبد الستار. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لكن قبل ما أبدأ ويا حضرتك دكتور، دعونا نرحب بمراسلنا فلاح القرعاوي من محافظة النجف الأشرف. حياك الله فلاح. السلام عليكم، وأعظم الله لنا ولكم العزاء، وأتقدم بأحر العزاء إلى مقام سيد الله صاحب العصر والزمان والمهاجرين العظام والأمة الإسلامية أجمع بهذا المسار. حياك الله، أهلا وسهلا. زميلي فلاح، عندك ضيف النائب الثاني لمحافظ النجف الأشرف الدكتور كرار محبوبة، طبعا لك أسماء آيات التعازي وعظم الله لك الأجر. ممكن تحدثنا عن خطة النجف الأشرف الخاصة بزيارة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام؟ دكتور كرار، السؤال موجه لجوابكم الكريم. بالنسبة
إلى الخطة الخاصة الأكاديمية الصحية الأمنية التي أعدت لهذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، أطلب الله بلنا ولكم خجل والحكومة الإسلامية ومدينة الإسلامية ومدينة الإمام الموحد ورسول الدين وقائد الغرب المتقين إمامنا وحبينا كبيرا السعادة أهلتنا وإياكم ممن ينالون شرعكم ومن يسبقون دربه ومن أجل إن شاء الله. نحن في محافظة النجف الأشرف عقدنا عدة اجتماعات مبكرة للاستعداد لهذه الزيارة، وأثمرت هذه الاجتماعات عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة. هذه الغرفة تولت على هاتفها مسك زمام الأمور المحافظة، وحاولنا أن نضع طرقا جديدة وآليات جديدة لكيفية التعاطي مع هذه الزيارة. غرفة العمليات المشتركة اشتركت فيها جميع وبالتالي نلاحظ سير المركبات وسير الزائرين يجري بانسيابيه كبيره داخل المحافظه. قسمنا المحاور في المحافظه تحت حكومه محليه. الاخ السيد المحافظ تولى مركز المدينه باشراف مباشر من قبله، والنائب الاول تولى القاطع الشمالي والمدخل الشمالي للمحافظه، وانا توليت القاطع الجنوبي والمدخل الجنوبي للمحافظه. تواجدنا مبكرا ميدانيا في جميع السيطرات والمداخل والطرق المؤديه الى مركز محافظه النجف الاشرف. اشرفنا على سير دخول الزائرين. هناك متسع كبير للزائر ان يمر بانسيابيه وصولا الى مرقد امير المؤمنين عليه السلام. جميع الطرق الرئيسيه والحوليه اليوم هي طرق مفتوحه وتجري الامور بانسيابيه اكبر. دكتور، يعني ما لوحظ خلال هذه الزياره ايضا بانه هناك يعني فتره الزياره قصيره وضغط الزائرين كثير وكبير. اليوم هناك تعد زيارة مليونية، ولكن بما شاهدناه من خطط خاصة أمنية صحية خدمية يعني توفر للزائر سهولة الوصول إلى مركز الأمير المؤمنين، لا سيما بعض القطاعات هناك جهوز السيارات لنقل الزائرين من وإلى المركز. حقيقة كما تفضلت أن هذه الزيارة تختلف عن سائرها من الزيارات الأخرى، فهي تجري بوقت ضيق ليس كباقي الزيارات تستمر لاسبوع او لايام. هذه الزياره تستمر لليله واحده او ليله ونهار واحد، وهذا يشكل عبئا وضغطا كبيرا حيث تتواجد جميع المجاميع الزائره الى النجف في وقت واحد. ولكن الحمد لله لدينا خطه محكمه في هذا الموضوع. تعاوننا مع العتبه العلويه وهي بدورها مشكوره وفرت سيارات للنقل. هناك جهد كبير من الوزارات الاخرى من حكومه المركز، اهتمام كبير بهذه الزياره. لدينا اسناد ودعم من الوزارات المعنيه كوزاره النقل ووزاره الصحه وبقيه الوزارات الاخرى، ولذلك نلاحظ الان سير المركبات وغيرها. يعني الجميع تجري الامور بطريقه انسيابيه مبسطه جدا، ونحن على تواصل مباشر بأقل ما يحدث في داخل الشارع. دكتور، هناك سؤال مهم دائما ما يدور في ذهن الزائر او ابناء المدينه المقدسه، المشاريع الخدميه التي تقدم بهذه المدينه المقدسه على شقين، اولا لخدمه ابناء المدينه، الشق الثاني مدينه تعد عاصمه لعالم التشيع وهي ايضا مشاريع تخدم الزائرين. ماذا ستقدم المشاريع خدميه للابناء وكذلك للزائرين؟
احسنتم سؤال مهم جدا. نحن راعينا في مساله المشاريع وافتتاح المشاريع واكتمالها ووضع المشاريع في الموازنات القادمه، ان تكون هذه المشاريع لها علاقه وطيده ومباشره بحياه المواطن النجفي من جانب، وبالمواطن الوافد الى محافظه النجف كما تفضلتم، محافظه النجف محافظه جاذبه وعنصر جذب للجميع لا سيما من خارج العالم خارج المناطق. نحن وضعنا عده مشاريع منها المحافظة والبوابات التي سيتم إنشاءها قريبا إن شاء الله، كذلك هناك في النية إنشاء بالتعاون مع الحقبة العلوية إنشاء مدن جزائري في بعض المداخل الخاصة بالمحافظة، وبالتالي سيتشكل هذه مدن الزائرين محطة استراحة مهمة جدا لجميع الوافدين إلى المحافظة في مختلف الزيارات. إذا لاحظتم قبل منذ بداية شهر رمضان سعت الحكومة المحلية جادة في استكمال الشوارع الموجودة في داخل مركز المدينة المؤدية إلى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت لدينا متابعات حديثة عن السيد المحافظ ونحن أيضا معه، كنا نتابع يوميا سير عمليات إنساء الشوارع والأرصفة وغيرها حتى لا تعيق يعني هذه المشاريع حركة ومرور الزائرين الوافدين. إن شاء الله لدينا مشاريع أخرى من خلال افتتاح عدة طرق حولية وتأكيد الطرق النيسانية داخل المحافظة، وبالتالي تأخذ محافظة النجف طابع الانفتاح الأكبر على مستوى الرقعة الجغرافية وعلى مستوى رقعة المرور دخول المحافظة. أحسنتم دكتور طباخ، أتمنى لكم في الموفقية بخدمة ناحية المدينة المقدسة الزائرين الكرام، وتمنياتي القلبية أن تكون هذه المشاريع مشاريع ناجحة إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناة الأيام الفضائية، هذه القناة المعطاء التي كانت ولا زالت وستبقى إن شاء الله قريبة من الشعب العراقي وهويتها حسينية دائما. شكرا جزيلا دكتور. طبعا بعد أن قدمنا دكتور قرار ملخص لما يجري في هذه الزيارة المليونية والتي تعد من أهم الزيارات في هذه المدينة المقدسة، لا سيما وأنها ذكرى عظيمة على جميع العالم الإسلامي، ذكرى مصادمة بأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا كل ما لدي وأريد. شكرا جزيلا فلاح القرعاوي، وشكرا أيضا لضيفك دكتور كرار محبوبة، كنتم معي من النجف الأشرف. رحب بحضرتك من جديد دكتور زيد. مرحبا. وبداية عظم الله لك الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام. عليه السلام. الحمد لله والشكر. أسألك عن الخطة الأمنية الخاصة. نعم. الخطة يعني خطة وزارة الصحة التوجيه يكون من قبل سيد معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم، يكون التوجيه إلى مديرية العمليات والخدمات الطبية طارئة على رأسها السيد المدير العام الدكتور فاضل الربيع المحترم، توجيه الأقسام المعنية في مديرية العمليات متمثلة بقسم العمليات وقسم طب الطوارئ وقسم الإسعاف الفوري. طيب. كل قسم يعرف في واجباته. قسم طب الطوارئ إعداد الخطة بالتواصل مع دوائر الصحة المعنية بموضوع الحدث أو موضوع الزيارة، وكذلك قسم طب الطوارئ متابعة المستشفيات وتهيئة كافة الطوارئات القريبة من الحدث، وقسم الإسعاف الفوري اللي طبعا هو بإدارتي أيضا، توجيه كافة عجلات الإسعاف والمستشفيات المتنقلة ما بين مرابطة وما بين القيام بواجباته في نقل المرضى والحالات الحرجة لا سمح الله إذا صار شيء. لا سمح الله. طيب الخطة الصحية ما اقتصرت فقط على محافظة النجف الأشرف، تعدت إلى المحافظات المقدسة الأخرى. نعم. مثل كربلاء المقدسة، مثل الكاظمية أكيد المقدسة. أكيد. الخطة الجرح والاستشهاد هي خطة واحدة. نعم. تشمل ليس فقط محافظة النجف، محافظة النجف هي الخطة يعني المحافظة المعنية الأساسية، لكن الخطة أيضا تشمل محافظة بغداد مدينة الكاظمية، تشمل أيضا محافظة كربلاء العتبتين العلوية والعتبة الحسينية والعتبة العباسية، وكذلك محافظة صلاح الدين مدينة سامراء العتبة العسكرية أيضا مشمولة بالحدث. طيب هذه الخطط الصحية تستمر إلى ما بعد العيد باعتبار أنه بالعيد أكو زيارات. نعم. أيضا شبه مليونية للأضرحة المباركة. نعم. إحنا يعني على مدار السنة عندنا أكثر من خطة، كل خطة يعني كل زيارة أو كل حدث له خطة معينة خاصة به. يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي زيارة الإمام علي استشهاد راح يكون أيضا خطة عيد الفطر المبارك، وبعدها خطة عيد الأضحى،
وبعدها خطة العاشر من محرم والأربعينية اللي هي خطة الأفخم على مستوى العراق والعالم طبعاً. شلون شفت تعاون وزارة الصحة مع بقية الوزارات؟ التعاون هذا يكون مستمر ودائم على مدار العام. نعم. ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ما بين القوات الأمنية وزارة الدفاع أيضاً وزارة النقل والمواصلات نقل المواطنين ونقل الزوار إلى العتبة أو إلى المحافظة. نعم. المعنية. نعم نعم. زين تعاونكم بين المواكب وبين العتبات شنو كان هذا نوع التعاون كوزارة الصحة؟ التعاون يكون مباشر ما بين وزارة الصحة مديرية العمليات ومع العتبات المقدسة. العتبات هي العتبة الحسينية والعتبة العباسية العتبة العلوية والعتبة الكاظمية والعتبة العسكرية. أبرز المعرقلات دكتور زيد؟ إن شاء الله ماكو معرقلات، بس هي تعرفين الخطط يعني خطط زيارة ضخمة وتحتاج إلى موارد كثيرة، يحتاج إلى تعاون ما بين كافة الوزارات المعنية وكافة الجهات المعنية، والتعاون دائما مستمر. إعدادات كافة المستشفيات من أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات من الزوار والإصابات المتعددة وكذلك الحالات الحرجة، أيضا توفير عجلات الإسعاف إن شاء الله متوفرة، وعجلات الإسعاف أيضا ما تشمل وزارة الصحة فقط، أكو عجلات إسعاف تابعة إلى مثلا هيئة الحشد الشعبي تابعة إلى العتبات المقدسة، يكون التنسيق دائما مستمر. ايضا توزيع المستشفيات المتنقله في بغداد وفي مثلا محافظه كربلاء محافظه النجف، يعني فقط وزاره الصحه وايضا دوائر الصحه ايضا تحتوي على مستشفيات متنقله بانواع متعدده طبعا. يعني هذه الزيارات متكرره كل عام على مدار العام؟ عام مره او مرتين او ثلاثه تتكرر هذه الزيارات، اكيد اصبحت لدى وزاره الصحه تجارب لتلافي اي اخطاء. نعم. أو حوادث. نعم. لا قدر الله تقريبا ما يقارب 15 الى 16 زياره سنويه. نعم. دينيه او مثلا عيد الفطر عيد الاضحى. نعم. او في بعض الاحيان تصادف مثلا احداث مفاجئه مثلا عقد مؤتمر مفاجئ او مثلا بطوله مثلا بطوله الخليجي 25 يعني مباشره يعد خطه سريعه بالاضافه الى الخطه السنويه اللي احنا نعرفها. فوزاره الصحه اصبحت على خبره كافيه فيها كيفية التعامل مع كل خطة، طبعا كل خطة ما تكون ثابتة، يعني مثلا الخطة ممكن تتغير في أي لحظة حسب عدد الزوار وحسب نوع الزيارة، أيضا أثناء الزيارة ممكن أيضا يصير تحديث أو تحديث على الخطة. طيب وزارة الصحة تراقب تتابع الأغذية المأكولات المشروبات. نعم نعم. التي توزع على الزائرين؟ أكيد طبعا، هذه المهام من واجبات دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة. اعداد اللجان متابعه وتفتيش، طبعا اللجان يوميا ليس فقط في اثناء الزياره، متابعه الاغذيه التالفه، الاغذيه المنتهيه الصلاحيه، وكذلك ارشادات للزائرين وكافه الناس انه ضروره اتباع التعليمات، تكون عن طريق اما مباشره من خلال اللجان والفرق الجواله او عن طريق وضع بوسترات او علامات ارشاديه كيف تتعامل مع الأغذية. هنا النقطة، بعيدا عن الخطة العلاجية. نعم نعم. ممكن تحدثني عن الخطة الإرشادية للزائرين؟ أثناء كل زيارة يعني مثلا دائرة الصحة العامة شكل مجموعة لجان وفرق، هذه اللجان والفرق تطلع قبل ما تبدأ الزيارة بأيام. نعم. على الأسواق والمحلات تتأكد من صحة وسلامة الأغذية، وكذلك أيضا على المواكب يعني أيضا أكو فرق تتأكد من سلامة الأغذية، تدخل على المطابخ، تدخل على يعني النظافة ومتابعة العمل، وكذلك أثناء ما تبدي الزيارة أو هو الحدث المعين يكون الفرق الجوالة أيضا بين الناس، إرشادات عن طريق السماعات أو عن طريق وضع بوسترات في الشوارع كيفية التعامل مع الأغذية والانتباه في حال وجود أغذية تالفة أو مثلا مياه صالحة أو غير صالحة للشرب. هاي يعني مو بس فقط في الزيارات، على مدار السنة اكو فرق من قبل الصحة العامة متابعة موضوع الناس متعاونة وياكم مع الخطط الإرشادية، عندها أسئلة تتوجه في حالة مشبوهة؟ والله الأغلبية اكو تعاون اكيد طبعا. الزائر يعني تعرفين النبات يجي من مناطق بعيدة. نعم. يعني مثلا خلينا نقول زيارة الأربعينية زيارة ضخمة تقريبا ما يقارب 20 الى 23 مليون، اكو يعني اكو مثلا مواطنين يجون من محافظة البصرة، يجون من شمال العراق، ايضا اكو من خارج العراق يجون من الدول المجاورة، يعني حفاظا على صحته وسلامته يتبع الارشادات ويتبع التعليمات اللي صادره من قبل وزاره الصحه في كيفيه التعامل مع الاغذيه، مو بس الاغذيه يعني هواي امور، حتى مثلا التغيرات المناخيه
يتبع الإرشادات الصادرة من قبل وزارة الصحة. وأنتم كوزارة الصحة دوركم في مراقبة المواكب والأغذية، هل فرضتم هذا الدور؟ هل لاحظتم لا قدر الله حالات مخالفة، حالات تسمم؟ نعم. لو مرزت هذه الحالات؟ لا، هو هذا التعامل يكون مع هيئة المواكب. أكو هيئة موحدة للمواكب. نعم. يكون تواصل بينها أيضا ويا إدارة الصحة العامة. في حال أي مخالفات تصدر مباشرة، يعني مثلا إغلاق الموكب أو مثلا اتخاذ إجراء مباشر. في حال اذا وجدت مثلا اغذيه تالفه او يعني طريقه اعداد غير صحيحه، مباشره يتخذ اجراء مباشر يعني في ساعتها. الزيارات الدينيه بالملايين تقدر الاعداد. نعم. اليوم البنى التحتيه الصحيه لهذه المحافظات المقدسه، نعم، كفيله باستيعاب اعداد الزائرين؟ لو عندكم تحديات. التحديات موجوده طبعا، بس احنا نشتغل بالامكانيه المتوفره عندنا طبعا. الحمد لله شكرا، الامكانيه عندنا يعني خلينا نقول كافيه لتغطيه الحدث، بالإضافة إلى دور العتبات أيضا في يعني الطبابة الموجودة في كل عتبة، وكذلك هناك طبابة أيضا ليس فقط في وزارة الصحة تدخل، يعني تعرفين الزيارة ضخمة، فتدخل مثلا طبابة وزارة الداخلية وطبابة وزارة الدفاع أيضا تدخل في المساعدة. تجهيز المستلزمات الطبية يكون من قبل أكيد وزارة الصحة، من قبل شركة كيماليا. نعم. والإسعافات موجودة، كذلك المستشفيات المتنقلة أيضا تجهز بالكامل، ويكون العمل مشترك في توفير الخدمة العلاجية للزائرين. نعم. اسمح لي دكتور زيد أن أرحب بالناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، حياك الله وعظم الله لك الأجر سيادة العميد. يبدو أنني فقدت الاتصال مع العميد مقداد ميري، ولكن سيعاود الأخوة الاتصال به من جديد. إذا نرجع للعقبات، العقبات مالية اللي تواجه وزارة الصحة، الموازنات، هل هي كفيلة بمساعدة الزائرين واستيعاب الأعداد؟ شنو أبرز التحديات؟ هل هي تحديات مالية؟ والله يعني للأمانة التحديات المالية أكيد موجودة، بس إحنا بالإضافة إلى حصة اللي تجينا من وزارة الصحة اللي هي المستلزمات الطبية والعلاجية، أكو أيضا تعزز من قبل يعني أكو يعني شيء عندنا بالصحة زي مشتريات. مثلا في حال إذا المستلزمات الطبية ما كفتنا نعاود المخاطبة، نستلم يعني حصة تعزيزية من قبل الوزارة أيضا تزودنا بها، بس في بعض الاحيان الزيارات ضخمه ما تتحمل العدد اللي عندنا. صحيح. فنضطر الى نشتري على اكيد على حساب وزاره الصحه طبعا من قبل الشركات الاهليه ايضا يزودون المستلزمات الطبيه والعلاجيه. اكثر الزيارات التي تشكل تحديا لوزاره الصحه هل هي زياره الاربعينيه لكثره الاعداد؟ اكيد اكيد، زياره الاربعينيه زياره الافخم على مستوى العراق والعالم طبعا، العدد ضخم من قبل يعني من العراق ومن خارج العراق يجون الزوار. الخطه ضخمه تدخل بها اكثر من وزاره واكثر من جهه واكثر، وتقريبا اغلبيه كل المحافظات الجنوبيه مشموله، وايضا المحافظات الشماليه ايضا يشارك كل سنه في زياره. ولكن الزياره الاربعينيه على مدى ايام، مثلا عندك زياره امير المؤمنين عليه، نعم، السلام يومين او ثلاثه، نعم، ايام. نعم. هذا راح يسوي ضغط على كل الملاكات الفنيه، على وزاره أكيد. الصحه، على كل الوزارات. نعم. هذا مو ايضا يشكل ضغط وتحدي للجهات المعنيه؟ يعني على زياره الاستشهاد وجرح الامام علي، هاي زياره يعني نعتبرها نوعا ما يعني خلينا نقول مسيطر عليها تماما، يعني زياره قليله مده يوم الى ثلاثه، من السهل انه نسيطر عليها. بس زياره اربعينيه تقريبا تاخذ بال يعني اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، من 14 الى 21 يوم، يعني اول شيء العاشر من محرم، وبعدها تبدا الزياره تقريبا من قبل اسبوعين او ثلاثه. نعم. من الاربعين. اسمح لي دكتور زيد. نعم. ان ارحب مره اخرى بالناطق باسم وزاره الداخليه وخليه الاعلام الامني العميد مقداد ميري، حياك الله وعظم الله لك الاجر سياده العميد. حياكم الله، عظم الله لكم الاجر والثواب ان شاء الله. ان شاء الله. سياده العميد ابدا معك، هل لك ان تحدثني عن الخطه الامنيه الخاصه باستشهاد الامير عليه السلام؟ نعم، بداية عظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام. وأجرك أعظم إن شاء الله. طبعا الخطة الأمنية في النجف الأشرف كانت عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة عمليات استباقية، والمرحلة الثانية كانت مرحلة فحص وتجريب القطعات على الأرض، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ المباشر. اليوم باشرت الأجهزة الأمنية بمسح جميع بتنفيذ الخطه الامنيه طبعا بالكامل، وسبقها مسح لجميع المناطق والمسالك وطرق الزائرين والمنافذ المؤديه، واجراء عمليات التفتيش وتطبيق نظام الثلاث اطواق
محيط المدينة القديمة ومحيط المرقد الطائر أصبح مؤمن بالكامل. شهدت النجف الأشرف طبعا كثافة كبيرة جدا بعد ظهر هذا اليوم بحكم توقيتات الصيام وغيرها من الإجراءات الأخرى. الآن نحن في ذروة الزيارة في النجف الأشرف، وأعداد الزائرين كبيرة جدا دخلت باتجاه المحافظة. الأجهزة الأمنية تؤدي واجب عالي جدا وكبير جدا بإشراف وزارة الداخلية طبعا ودعم وزارة الداخلية وإشراف السيد وزير الداخلية مباشرة، إضافة إلى خطة خدمية رافقت الخطة الأمنية من قبل الإدارة المدنية الموجودة في المحافظة، إضافة إلى بعض الدعم من وزارة الداخلية في مجال الدفاع المدني وفي مجال المرور وفي مجال الحوضيات وفي مجالات أخرى من خلال عمليات وزارة الداخلية. الخطة الأمنية شملت محافظات أخرى غير النجف الأشرف سيادة العميد؟ نعم بالتأكيد، كل المحافظات التي هي محيطة بالنجف الأشرف والتي قد تكون متداخلة في عملية الزيارة بالتأكيد ستكون هناك أيضا إجراءات مشددة فيها. اليوم كثير من المحافظات أعلنت العطلة الرسمية يوم غد بذكرى استشهاد الإمام علي لفتح المجال لخروج الزائرين ودخولهم، بالتالي عملية متداخلة سواء من ناحية الأمن أو من ناحية النقل أو من ناحية الخدمات أو أي نواحي أخرى. وما يجري على الأرض الآن هو خطة أمنية مثالية مطبقة، لم تسجل أي خروقات إلى هذه اللحظة، والأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها على أحسن وجه، ونتمنى إن شاء الله نعلن النجاح بدون أي مشكلة أو عائق أو أي خرق. سيادة العميد، ما هي أبرز صنوف القوات الأمنية المشاركة في تغطية وتأمين هذه الزيارة؟ يعني كل صنوف وتوابع وتشكيلات وزارة الداخلية، طبعا بالأساس قيادة شرطة النجف هي من تتولى هذا الموضوع بشكل مباشر، إضافة إلى تعزيزات ودعم من وزارة الداخلية في أفواج الطوارئ، في الرد السريع، في مفارز المرور، في مفارز الكيناين، في مفارز الدفاع المدني، وفي المفارز الخدمية سواء التابعة لقوات الحدود ولقوات أخرى. بالتالي كل صنوف الداخلية وتشكيلاتها تشارك في تأمين الخطة الأمنية. هل الأعداد كافية لاستيعاب أي طارئ لا قدر الله تعالى؟ أكيد كل ما موجود في الخطة هو خاضع لمعلومات استخبارات ولدراسة عمليات ودراسة مستفيضة، فالأعداد الموجودة هي أعداد كافية ومهيئة ومعدة لهذا الغرض، وكل ما يدور هو بإشراف معالي السيد وزير الداخلية. تعرفين النجف من المحافظات التي سلمت أو استلمت المسؤولية الأمنية بشكل كامل بيد وزارة الداخلية، لذلك المواقف تراجع بشكل دقيق وبشكل مستمر وكل شيء مهيئ وجاهز والأجواء إيجابية جدا إلى حد هذه اللحظة. نعم، شكرا جزيلا الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا. الآن أرحب برئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة الأستاذ حيدر رحيم، حياك الله وعظم الله لك الأجر. بداية أستاذ حيدر، هل من الممكن أن تحدثني عن الخطة الأمنية الخاصة باستشهاد الأمير علي عليه السلام؟ ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم استشهاد أخير مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ونحن في أجواء هذه الزيارة. طبعا أكيد هناك خطة في هذه الزيارة، عدد في الفعاليات والمناسبات باشتراك كل الاقسام، وهناك استلفار تام لكل المنتسبين في مختلف الشعب والاقسام، بالاضافه الى المتشرفين من كافه العراق وخارج. سؤالكم هناك مع القيادات الحكوميه والجهاز الامني بالتعاون مع قسم شؤون حفظ النظام لتهيئه الاجواء ولتسيير هذه الافضل الاماكن باستيعابها حاليا محاور البحث. نعم استاذ حيدر، اذا نعم. كنت تسمعني، لان صوتك مو واضح يمي كلش، فاذا كنت تسمعني اسالك عن اعداد المتطوعين في هذه الزياره. اي جيد، اعداد المتطوعين في هذه الزياره اذا كانت العتبه رازده اعداد للمتطوعين. استاذ حيدر، يبدو أنني فقدت الاتصال من جديد بأستاذ حيدر رحيم. نعم. نعم. تسمعني الآن أستاذ حيدر؟ أستاذ حيدر، ممكن فد تغير مكان حضرتك؟ نعم لحظة. حتى يكون الصوت، أي أنتظر حضرتك. لحظة. ها أستاذ حيدر، هسه صوتي واضح؟
نعم الصوت واضح. نعم نعم، سألتك عن أعداد المتطوعين، العتبة ايش قد قدرتهم هذا العام؟ نعم طبعا تجهد سامد من قبل الأخوة المتشرفين بالخدمة المتطوعين الرجال والنساء، أكثر من 2000 متطوع من داخل العراق والخارج يساهمون بشكل فعلي وعملي في إثناء الخدم في العتبة المقدسة وتنفيذ الخطة المخصصة لهذه الزيارة بمحاور عدة ومنتشرين في مختلف الأقسام بكل بحسب تخصصه يؤدي هذه الخدمات بأبهى حلة وبأجمل صورة باستقبال الزائرين لهذه الذكرى الأليمة. طيب كم بلغ عدد المواكب المشاركة في هذه الزيارة؟ نعم طبعا هيئة المواكب في العتبة العلو المقدسة عدت برنامجا لاستقبال جموع المواكب القادمة من مختلف المحافظات، نتحدث عن أكثر من 400 موكب عزائي وخدمي داخل الصحن العلوي المطهر يقدم عزائه وكذلك في المحيط الخاص بهذا الصحن المبارك ضمن خطة محددة بتوقيتات معينة يواصلون تقديم عزائهم في هذه الليالي الأليمة. نعم زين، أعداد الزائرين هل وفرت لهم المساحات الكافية في العتبة العلوية المقدسة؟ طبعا عدت العتبة العلوية المقدسة هذا العام تهيئة خاصة لمشروع التوسعة، المشروع الاستراتيجي للعتبة العلوية المقدسة، مشروع التوسعة المحيطة بالصحن العلوي المطهر، نتحدث أكثر من 18,000 متر مربع تم تهيئتها بالكامل من حيث الفرش وتهيئة الخدمات والأمانات والكشوانيات وما إلى ذلك ومشارب المياه من أجل استيعابية عالية لدخول جموع الزائرين من مختلف المحاور وبالتالي الزخم والزحام الذي ربما يكون في مداخل الصحن العلوي المطهر. كما تعلمون المداخل محددة وأبواب الصحن محددة بمساحات معينة والأجواء التي نعيشها هي عبارة عن جموع مليونية في هذا العام، فأكيد لابد أن نهيئ الأجواء بالإضافة إلى الطوابق الأربعة لصحن السيدة الزهراء سلام الله عليها عليه السلام. طيب أبرز التحديات التي تواجهها العتبة العلوية المقدسة في هذه الزيارة؟ طبعا يعني التحديات اكيد ربما تنعدم وفق التخطيط المسبق وهناك توقع كبير بوجود هذا الكبير من الزائرين من خلال التنسيق العالي مع العتبات المقدسه ومع العلاقه، هناك دعم واسناد من قبل الوزارات المعنيه، ان شاء الله نحاول بما يمكن ان نقدم باستنفار التام للخدم المتواجدين والجهود البشريه من المتشرفين ان تكون هذه الخدمات مقدمه بافضل صوره الى الزائرين الكرام ان شاء الله. ما يتعلق مثلا بجهود الضيافه والاطعام، ونحن في شهر رمضان المبارك تتم وجود الزائرين احد قطه بتقديم وجبات الضيافه، هناك سبعه معادل اقيمت منذ زياره هذا الشهر الطويل، وكذلك هناك يعني اطار خاص في الزياره ويومها بتقديم اكثر من 100,000 وجبه في السيده الزهراء سلام الله عليها وكذلك في المنافذ المحيطه بالصحن العلوي المطهر. هو هذا سؤالي هنا استاذ حيدر، قدمت نعم. وجبات فطور وايضا نعم. وجبات سحور، وجبات الفطور نعم. اجمالا مع السحور ايش قد بلغ عددها؟ يعني قبل قليل يعني نتحدث عن اكثر من 100,000 وجبه في ليله الزياره ويومها، طبعا بالاضافه الى دعم العتبه العلوي المقدسه الى المواكب العزائيه المرابطه في محيط الصحن العلوي المطهر، لا تكتفي العتبه العلويه المقدسه بتقديم خدماتها من قبل ملاكات اقسامها وانما تباشر بتقديم الدعم والتنسيق العالي مع المواكب الخدميه القادمه من مختلف المحافظات وكذلك مدينه النجف الاشرف لتهيئه الاجواء ومنافذ عده لكي تخفف الزخم والزحام ولتكون تواجد هؤلاء الزوار وهم يعني يستلمون هذه الوجبات بثيابية عالية. نعم. طيب أعداد الزائرين الكبيرة في مدينة النجف الأشرف وفي العتبة العلوية المقدسة، الآن أعداد الزائرين تتجه صوب المدينة المقدسة. أسألك عن خطة النقل بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة، شو راح ترجع هذول الزوار سالمين إلى مناطقهم وخارج المدينة المقدسة؟ نعم طبعا أكيد قسم الآليات من الأقسام المهمة الساندة لتقديم هذه الخطة الخدمية للعتبة العلوية المقدسة، عد أكثر من 60 سيارة خاصة بنقل الزائرين من وإلى مناطق القطع المحددة من قبل الدوائر الأمنية وكذلك باتجاهات يعني شمالا شمال صحن العلوي المطهر جنوبا ومنطقة الحولي وباتجاه الجراج الجنوبي وغيرها من المحاور المحدده ضمن الخطه الخاصه بقسم الاليات
فاكيد هناك يعني توافد كبير للزائرين، ويكون توافد وتواجد قسم الاليات يعني يتناسب تصاعديا مع ارتفاع اعداد الزائرين. هو باشر بخطته منذ يوم امس بنقل هذه الافواج، وسيستمر ان شاء الله الى نهايه هذه الزياره. نعم، بعد الزياره ان شاء الله هنالك ليالي القدر الشريفه، ليالي القدر ستكون لكم خطه خاصه بهذه الليالي، ومن بعد هذه الليالي كما تعلم عيد الفطر والخطه الخاصه بالعيد. نعم. طبعاً أكيد نحن اليوم نتحدث عن الليلة الثانية من ليالي القدر التي تتزامن مع ذكرى شهادة الأمير عليه السلام. نعم. فاشرنا في ليلة القدر الأولى وباستضافة برنامج العبادي بعد مكتبة التصميم الدينيين، هناك تواجد لخطباء المنبر الحسيني وكذلك مجالس والإرشاد من الخطباء العلمية، بالإضافة إلى البرنامج القرآني الجلسات والخاتمات وأعمال ليلة القدر. إن شاء الله يعني تستمر وتتواصل كل هذه الليالي وفق البرنامج المعلقة، وأيضا تهيئ من قبل قسم الإعلام لتكون متاحة بالبث المباشر إلى مختلف القنوات والإذاعات والوكالات الخبرية وكافة وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه. طيب، ما الرسالة التي تحب توجيهها إلى الزائرين الكرام في هذه المناسبة؟ طبعا أكيد إحنا نتحدث باسم خدم أمير المؤمنين عليه السلام، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى من قبل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى بدءا أن يتقبل منا كل هذه الجهود، وهو أقل القليل بحق المولى أمين عليه السلام. وأكيد يعني دائما ما نطلب المسامحة والعذر، نستميحهم العذر للزائرية الكرام من أي قصور قد يبدر دون قصد، وإن شاء الله جميعا نأمل أن نوفق في تقديم أفضل خدمات في الزيارات القادمة إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالزائرين الكرام. طيب، وسائل الإعلام هل قدمت العتبة العلوية المقدسة تسهيلات للصحفيين والإعلاميين مثل باجات أو كتب تسهيل أمر لتغطية هذه المناسبة؟ نعم، قسم الإعلام عد خطة خاصة بتهيئة الأجواء للإعلاميين، طبعا بمختلف الوسائل الإعلامية، الإذاعات، الفضائيات، الوكالات العالمية التي باشرت من خلال وحدة التواصل الإعلامية التابعة لقسم الإعلام، وأيضا بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة، قسم النظام، وسائل الأقسام المعنية. هناك مركز خبري تم افتتاحه يعني في زيارات سابقه ليكون مكان راحه للاخوه الاعلاميين وتناول وجبات الافطار وتقديم التصريحات من قبل مسؤولي العتبه، وتهيئه كافه السبل من خلال الصور الفوتوغرافيه وكذلك تهيئه اماكن التصوير والطائرات الخاصه بالتصوير وغيرها، من اجل نقل صوره مبهره ومشرقه عن يعني هذه الزياره لكي تكون في كل المناحي ومتاحه لكل وسائل الاعلام. طيب، تعاون العتبة العلوية المقدسة مع القطاعات الأمنية، مع الحج الشعبي، مع الجهات الساندة لتأمين وتغطية هذه الزيارة، شلون تصفى أستاذ حيدر؟ نعم، طبعا قسم حفظ النظام هو يعني أكيد كانت له قدم السبق باعتبار الجانب الأمني هو الجانب الأهم في هذه الزيارة، وتوفير يعني سبل جانب الراحة للزائرين وازدياديه دخولهم والمحاور المحددة للتفتيش. أكيد هناك تعاون كبير مع الدوائر الأمنية، قيادة شرطة محافظة الأشرف، الجهد الاستخباراتي، الأخوة في هيئة الحج الشعبي. هناك كانت اجتماعات مستمرة ومتواصلة للخروج بغرفة عمليات موحدة وتحسبا لأي طارئ. هناك أيضا يعني استعداد من قبل كل الجهود وكل الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى بيئة آمنة تحتضن الزائرين بكل هذه الأعداد الهائلة. بإذن الله تعالى، إيش وقت تعلنون أعداد الزائرين ونجاح الخطة الأمنية؟ إن شاء الله في ختام الزيارة يوم غد إن شاء الله مساء، من المؤمل أن تكون إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الليالي بأبهى حلة وبأجمل صورة وإن شاء الله بجو آمن، وعلى أثرها إن شاء الله يتم الإعلان عن الأعداد الرسمية للزائرين بحسب الكاميرات المجهزه رقميا من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات في العتبه العلوية المقدسه، وكذلك ان شاء الله يعني نجاح هذه الخطه بجهود كافه المفاصل والاقسام والدوائر المعنيه في مدينه النجف الاشرف. استاذ حيدر، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الايضاحات، نسال الله لك زياره الامير في الدنيا وشفاعه الامير في الاخره، شكرا جزيلا، وفقكم الله لكل خير.
أرجع لك دكتور زيد. نعم. ونحكي عن سيارات الإسعاف باعتبارك متخصص في هذا المجال. نعم. هل هي كافية وجيدة للتعامل مع الحالات الحرجة؟ طبعا قسم الإسعاف الفوري هو أحد أقسام مديرية العمليات. نعم. يعني مراكز الإسعاف الفوري في محافظة بغداد حوالي 81 مركز متوزع على جانبي الكرخ والرصافة. عدد الإسعافات اللي عندنا في قسم الإسعاف الفوري ما يقارب تقريبا 200 إسعاف. يعني فيها إسعافات خاصة لنقل المرضى الحالات الاعتيادية، وأيضا إسعافات أخرى لنقل الحالات الحرجة، مجهزة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة لنقل حالات حرجة بكافة الأعمار من الأطفال إلى كبار السن حسب الحالة وحسب الاحتياج. الإسعاف شلون ممكن يصل للحالات الحرجة جدا لا قدر الله؟ نعم. في ظل وجود جموع ملايين من الزائرين. إذا نحكي على موضوع الزيارة، أي أحكي على موضوع الزيارة، أكو خطة طبعا تعد من قبل مديرية العمليات يعني موعد مسبق قبل الزيارة بتقريبا شهر أو 3 أسابيع. الخطة طبعا يكون بالتعاون مع مديرية العمليات ودوائر الصحة المعنية، دائرة صحة النجف الأشرف، دائرة صحة الكربلاء، ودائرة صحة صلاح الدين في مدينة السامراء، وأيضا العتبة العلوية. يكون هناك خطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في كيفية تسهيل حركة عجلة الإسعاف داخل القطع وخارج القطع، أو داخل الطوق الأمني وخارج الطوق الأمني. في حال حصول لا سمح الله حالة حرجة أو حالات معينة، يتم التنسيق مع المستشفيات القريبة من قبل الحدث، تنقل الحالة مباشرة من مكان الإصابة إلى المستشفى القريب، أو ممكن أن تعالج ميدانيا حسب نوع الحالة. كم فرقة صحية مشاركة في تأمين هذه الزيارة؟ أكو فرق جوالة. شكل عدته؟ يعني تقريبا يعني إذا نحكي في محافظة النجف من دائرة صحة النجف ومن العتبة العلوية وأيضا مديرية العمليات، يعني تقريبا 100 إلى 150 فرقة جوالة. نعم. أو يجوز العدد أكثر، أنا يعني ما حافظ الرقم. والمراكز الثابتة؟ وأيضا في محافظة بغداد أيضا أكو فرقة جوالة في مدينة الكاظمية، وأيضا في محافظة كربلاء، وأي محافظة لها علاقة بموضوع الزيارة تكون بها فرقة جوالة حفاظا على ارواح المواطنين. هذه الفرق الجواله بكل تاكيد لديها علاجات خاصه بكل حاله. نعم نعم. شنو تتراوح خطوره هذه الحالات؟ يعني هسه الزائر اذا لا قدر الله صارت عنده حاله خطره، اكيد شنو العلاجات المتوفره لدى هذه الفرق الجواله؟ الفرق الجواله الحالات الحرجه او الحالات الخطره يعني تقدر تعالجها ميدانيا لحين وصول سيارات الاسعاف. اي اكيد يكون تواصل بين الفرقه والسيطره المركزيه او عجله. نعم. الاسعاف تجي السياره مباشره بين ما يكمل علاج الحاله، تاخذ الحاله وتوديها للمستشفى، وفي حال اذا حاله بسيطه مثلا حاله اختناق او حاله اغماء او حاله ممكن علاجها موضعيا تعالج موضعيا، وبعد ذلك اذا كانت الحاله ممكن انه تكتسب الشفاء التام يرجع يمارس زيارته، او اذا لا سمح الله ما يقدر يتابع او الحاله حرجه تنقل بسياره الاسعاف للمستشفى مباشره. طيب ابرز المعوقات، اكو معوقات ميدانيه لدى هذه الفرق الجواله؟ المعوقات الميدانيه طبعا اكيد هي حشود الزائرين، ممكن انه تغطي على طريق الاسعاف، يعني حركه الاسعاف شوي تكون صعبه بالذات المنطقه القريبه من المدينه القديمه او المدينه المقدسه، حشود الزائرين وكذلك التدافع، فمن صحة حاله حرجه او حاله تحتاج الى تداخل من الصعب جدا وصول سياره الاسعاف، يعني يحتاج الى استخدام الصافره وكذلك ارشاد المواطنين الابتعاد عن الطريق لغرض الوصول الى الحاله. هذا المعوق الرئيسي طبعا. لا قدر الله ما نريد نرجع الى زمن كورونا. نعم. بس اكو حاجه في هذه المناسبات للبس الكمامه؟ اكيد طبعا طبعا. احنا لا هل وجهتم لهذا يعني الشيء؟ احنا لازلنا في عصر سلالات البسيطه من كورونا، يعني السلاله الضخمه خلينا نقول الحمد لله وشكرا انتهى موضوعها، بس اكو متحورات لا تزال لحد الان موجوده. رصدتوا حالات عرفنا. كورونا؟ اكيد نعم لا تزال لحد الان، بس حالات بسيطه يعني مو حالات حرجه مثل قبل يعني. فاحنا دائما نرشد الزائرين، طبعا صعوبه جدا انه يرتدي الكمامه افضل في حال حصول تدافع او حشود جماهيريه ضخمه. يعني انتم وجهتم الزائرين بارتداء الكمامه؟ نعم نعم أكيد. وابرز أكيد. التوجيهات الاخرى؟ يعني هي التوجيهات تكون من قبل مديريه العمليات ومن قبل الصحه العامه. ارتداء الكمامه، الاغذيه والمشروبات، ويعني الالتزام بالطريق المؤدي المدخل والمخرج، عدم التدافع قدر الامكان في حال حصول حاله حرجه مباشره، التواصل مع السيطره المركزيه وسائل عجله اسعاف، او نقل الحاله الى اقرب نقطه طبيه او اي فريق جوال يصير تواصل بيناتهم. النصائح حضرتك للزائرين، للزائر ما الخطوات التي يجب اتباعها لانتهاء الزياره وعودته سالم ان شاء الله الى ان شاء الله
الله يتقبل زيارة الجميع إن شاء الله. منا ومنكم. ضروري الزائر يتعاون ويا الجهات المعنية لحفاظا على سلامته طبعا. أول شيء مثل ما قلنا ارتداء الكمامة هذا شيء رئيسي. دائما غسل اليدين يعني الحد من انتشار الأمراض الانتقالية. ابتعاد قدر الإمكان عن الحشود الجماهيرية والتدافع. ضرورة الانتباه إلى الأكل والشرب اللي يتناول الزائر. والشيء الأهم هو اتباع التوجيهات والعلامات الإرشادية المعدة من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية حفاظا على سلامة الزائر إن شاء الله. شكرا جزيلا مدير قسم الإسعاف الفوري الدكتور زيد سعد عبد الستار كن الضيفي. شكرا جزيلا حياك الله وعظم الله لك الأجر على كل هذه التوضيحات اللي حضرتك رفدتنا بها الأيام على هذه المتابعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. الآن سادتي الأكارم ننتقل إلى الموجز الخبري لحصاد اليوم. السودان يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح ويؤكد ضرورة المضي قدما بالإصلاح الذي تبنته الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في قضاء طوس خرماتو وضمان أمنه. وزير النقل يفتتح خط النقل الجماعي من مدينة بسمايا إلى منطقة باب المعظم ويؤكد عزم الوزارة لتفعيل النقل الجماعي. وهيئة الاستثمار تعلن مباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع معالجات النفايات لتوليد الطاقة في بغداد. وزارة النفط توقع على مذكرة تفاهم مع سيمنز إنرجي لاستثمار ومعالجة الغاز. الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.